يعني شوف مسك ماليا الآن مع مرور هذه أتممت عامها الثالث، أنا فظني أنه هي بتزيد أمامها تحديات أن تقدم شيء أفضل للناس، مفيد أكثر، أقرب لقضاياهم وما يرغبون فيه وما يبحثون عنه في حياتهم في تركيا. هذا على الصعيد المحلي. الآن أصبح هناك بعد إضافي متعلق بالعرب المتطلعين لتركيا والذين يرغبون بالسماع عن تفاصيل تركيا، ماذا يجري في تركيا على الصعيد الثقافي والاجتماعي، السياحة، مختلف المجالات الموجودة في تركيا. إحنا الآن بدأ نتحرك باتجاه شريحتين، شريحة محلية تفاصيل حياتها اليومية، وشريحة عربية موجودة في العالم العربي من خلال التلفزيون. هذا إن شاء الله يعني هو التحدي الأكبر الذي نعمل عليه الآن، إنه نستطيع أن نقدم شيء جميل، منوع، مفيد، يلامس احتياج الناس الموجودين في تركيا والطامحين والناظرين إلى تركيا من خارجها والمتابعين لأخبارها. إن شاء الله أنه نوفق في ذلك في هذه المرحلة الجديدة الآن كتلفزيون مسك وكإذاعة مسك.